اهلا بيكم مره ثانيه في السادسه. قبل بس ما اتكلم على المواجهات التسعه الناريه المنتظره وازاي الاهلي هيتعامل مع المرحله الجايه واتكلم كمان شويه مع كابتن ماهر على ماتش اسوان، خليني استعرض معاكم مع كابتن ماهر طبعا اللي برحب بيه مره ثانيه في السادسه. خليني استعرض معاك كابتن ماهر اختيارات جمهور النادي الاهلي لافضل ثلاث لاعبين في ماتش نهائي دوري الابطال مع كايزر تشيفز ومباراه البنك الاهلي. في مباراه كايزر تشيفز الحقيقه كانت المنافسه الى حد ما رغم الفرقه كلها طبعا اجادت بشكل كبير، لكن تقدر تقول ان المنافسه كانت يعني متحدده بين ثلاث اسماء بنلف وندور حواليهم، لكن في النهايه مع عمليه الفرز كانوا الثلاثه قريبين جدا من بعض، وانت بتعمل عمليه الفرز الاصوات مش قادر تحدد مين اول مين ثاني مين ثالث، لكن في النهايه محمد شريف الحقيقه نسر الجزيره نسر النادي الاهلي الجديد الحقيقه بيحتل المركز الاول في اختيارات جماهير النادي الاهلي في مباراه كايزر تشيفز. في المركز الثاني بيجي وراه المتألق بشكل قوي جدا في الفترة الأخيرة محمد مجدي قفشة، وفي المركز الثالث القادم بسرعة الصاروخ الحقيقة عامل ريكورد. أنا هقف معاكم في آخر الموسم وأوريكم مشواره الولد الشقي أكرم توفيق أو زي ما جمهور النادي الأهلي مسميه كراميلو. نروح لمباراة البنك الأهلي. البنك الأهلي كان فيه الحقيقة برضو صراع على المركز الأول لأول مرة من فترة طويلة الحقيقة، رغم أن واحد من اللعيبة المهمة والمؤثرة بتكلم على عمرو السوليه كان بينافس بشكل كبير جدا على المركز الاول مع محمد مجدي قفشه، لكن قفشه في النهايه نجح في انه يحتل المركز الاول وجه السوليه في المركز الثاني، اما علي لطفي في مباراه البنك الاهلي فاحتل المركز الثالث. وعلي على الرغم من قله مشاركاته الا ان كل ما بيشارك بيلقى قبول واعجاب جماهير النادي الاهلي. رايك في اختيارات الجماهير في الماتشين يا كابتن ماهر؟ ده حاجه جميله، لعيبه مؤثرين بشكل كبير جدا من ناحيه الشخصيه من ناحيه الاداء، ويعني طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور واعي وذواق وبيساند اللعيبه بشكل كبير جدا. أيوة. هو هم دول الموجودين على الساحه، لكن الباقيين كمان مكملين طبعا بنفسه بشكل كبير، يعني عايزين نقول ال 25 لعيب النادي الاهلي لعيبه مميزه، كل واحد ليه دور فعلا بالظبط، لكن كل واحد دول ليه دور. دول المجتهدين في خلال هذه الفتره واللي باينين ان هم فعلا ادائهم يمكن انا عايز اقول لك انه لعيب زي كوكا مثلا مميز، يعني اول سنه بيشارك مع الفريق الاول في صراحة. مشاركاته بالزبط. في كتير من الماتشات اللي لعبها مع نادي الاهلي خد اصوات الجماهير وعنده عدد. استعرض مع حضرتك جدول الترتيب في النقطه دي لغايه المرحله دي اللي وصلنا لها في الموسم الحالي. في صداره الترتيب طبعا اليو ديانج الدبابه الماليه برصيد 31 نقطه، بيجي وراه في المركز الثاني محمد الشناوي برصيد 28 نقطه، محمد شريف ومجدي قفشه بالنقاط اللي خدوها في الماتشين دول ماتش كايزر تشيفز وماتش البنك الاهلي دخلوا في المنافسه على افضل لاعب في الموسم الحالي النادي الاهلي، قربوا بشكل كبير جدا من الشناوي، الاثنين رفعوا رصيدهم وصلوا ل 26 نقطه. اكرم توفيق الحقيقه عامل ريكورد لانه اكرم ما شاركش عدد مشاركات كبيره قوي مع يمكن هو لو بصينا للخمسه الاوائل هنلاقيه لاقل عدد فيه نسبة المشاركة 27 مباراة، لكن الحقيقة قدر يحقق فيهم 19 نقطة، وده يدل على انه لعيب الحقيقة بياخد ثقة الجمهور بشكل كبير. بدر بيحافظ على مركزه في المركز السادس برصيد 16 نقطة، وراهم أيمن أشرف برصيد 11، عمرو السوليه الحقيقة فرق النقطتين اللي خدهم في ماتش البنك الأهلي خلوه يبعد شوية عن أربع لاعبين بيحتلوا المركز من الثامن لل 11 اللي هم علي معلول، طاهر محمد طاهر، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، دول كلهم بيحتلوا المركز من 9 ل 12 برصيد 9 نقاط، فالسوليه فرق عنهم بالنقطتين دول وبقى رصيده 10 نقاط. الترتيب ده منطقي بالنسبه لك؟ منطقي ديانج، الشناوي، شريف، قفشه، اكرم، بدر، ايمن، السوليه، علي معلول. منطقي بشكل كبير جدا، وهيحصل كمان صراع لسه طبعا خلال 9 مباريات اللي جايين. أيوة. هنشوف منافسه شريفه بين اللعيبه كلها في سبيل ان مين هيحقق المركز الاول، مين هيحقق المركز الثاني، مين هيحقق المركز الثالث، فهيبقى في صراع كبير جدا بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، وهو ده حلاوه التسع مباريات المتبقيه. حتى كمان مستر موسيماني يبقى عنده فرصه كمان يقدر يقيم فنيا هؤلاء اللاعبين. أيوة. مين اللي ممكن يبقى موجود معاه السنه دي، مين ممكن يبقى موجود اعاره، الاماكن اللي احنا هنحتاجها خلال هذه الفتره.